السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد أبو عرب وإحنا النهاردة مع تلجريد 5 ليونيت 8 وتعالى نشوف السبيشال هوسبيتال مستشفى متميزة. المستشفى دي موجودة في بديني أو قرية بنجالور، ودي مدينة صغيرة كده موجودة في ساوث أوف إنديا جنوب الهند. قال لي إن دي فيها ميني بيشنتس، فيها مرضى كتير. الاطباء هناك عملوا بقى تجربه حلوه قوي. ايه هم اللي هم هيبداوا يعملوا زي اماكن يبداوا يعلموا فيها الناس اللي جايه مع المرضى ان هم ازاي يتعاملوا في الاسعافات الاوليه. زي ايه؟ على سبيل المثال ان الاطباء والممرضات هناك they have classes to teach the family، يبقى هم بيعملوا فصول علشان يدرسوا للاسر اللي جايه مع المرضى. يدرسوا لهم ايه؟ نمبر 1 تشينج بانديجز، اللي هو ازاي يغير للمريض على الجرح او كده، اللي هو جيف انجكشنز، ان هو يدوا الحقن، يعلمهم ازاي يدوا حقن للمرضى دول. وبيقول لي كمان ان بعد كل دور افترنون بعد كده الموظفين دول بيعملوا الكوريدورز، بيحولوا الكوريدورز دي بيحولوها لكلاس رومز، لفصول. طب ايه كمان يا مستر؟ بيقول لي ان الممرضات دول النيرسز دول بيكونوا عاملين زي التيتشرز، لدرجه ان بعض المرضى كمان بعد ما بيكشفوا بييجوا علشان ايه؟ علشان يتعلموا.